بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال إمامنا الإمام المحلي في كنزه، ونعم الكنز هو، وعورة الحرة ما بين الوجه ما سوى الوجه ما سوى الوجه والكفين. وعورة الحرة، عورة يا مشايخ، نحن هنا نتكلم على عورة الصلاة. قال وعورة الحرة، يعني يقصد الحرة كاملة الحرية، ما سوى يعني ما عدا كل جسدها. يبقى كده تقول ايه؟ كل جسدها، ما عدا الوجه بحدوده، ما بين يعني منبت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، وما بين شحمة الأذن إلى شحمة الأذن كما هو في الصلاة. والكفين، يعني الكفين ظهرا وبطنا، ظاهرهما وباطنهما. الباطن هو اللي هو الراحة والأصابع، والظاهر اللي هو هنا، ده البطن وده الظهر. ظهرهما يعني ظهر الكفين، وبطنهما يعني الكفين، وذلك ابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكوعين، وبطنهما إلى الكوعين. فقالوا أي من رؤوس الأصابع إلى الكوعين. وإحنا عارفين الكوعين فين؟ جميل، اهو اهو لغايه هنا كده، ده الكوع ما يلي الابهام، العظم الذي يلي الابهام يسمى يا مشايخ كوع. قال تعالى ولا يبدينا، يعني لا يظهرنا زينتهن، عبر بالزينه واراد بها موضعها. ولا يبدين زينتهن يعني ايه؟ موضع زينتهن، الا ما ظهر منها. ولا يبدين مواضع الزينه الا ايه بقى؟ الا ما ظهر منها. ما هو الذي ظهر منها؟ هو مفسر بالوجه والكفين، يعني فسره الصحابه بذلك، يعني إلا ما ظهر من، يعني إلا الوجه والكفين. قال ذلك ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، قالوا هو ما ظهر منها الوجه والكفان. كلام جميل. قالوا أيضا لأنهما لو كان عورة، يعني لو كان الوجه والكفين عورة، لما وجب كشفهما في الإحرام. لو كانوا عورة ما كانش وجيز في الإحرام كشفهم. يبقى لو كان الوجه والكفان عورة، لما وجب كشفهما في الإحرام، لأنه في الإحرام هيكشف وجهه وهو عورة؟ لا. يبقى مدام أذن له في كشف الوجه، يبقى كشف الوجه ليس عورة. إذ لو كان عورة لما وجيز له كشف الوجه، وكشف الوجه إيه؟ وليس لحاجة. لأنه ممكن تقول آه طب ما هو العورة قد تكشف لحاجة، بس هنا ليست هناك حاجة، وإنما هذا تكليف إلهي بأن تكشف المرأة وجهها ويديها في الإحرام.
وللحاجة إلى كشفهما. هو بقى علماءنا بعد ذلك فكروا يا ترى لماذا أجيز كشف الوجه ويعني اليدان في هذه الأحوال؟ قالوا للحاجة إلى كشفهما. قال وللحاجة لكشفهما، وإنما حرم نظرهما. طب ما هم بيحرم النظر إليهم، وهل حرمة النظر تستدعي أن يكون عورة؟ ليس كذلك، يعني ليس هناك لزوم بين كونه عورة وبين حرمة النظر إليهما، لأنه قد يحرم النظر لا لكونهما عورة، ولكن لأنهما قد يؤديان إلى فتنة، فيأتي الشارع ويغلق هذا الباب الذي يتسبب في فساد. يبقى هذا مشاخ من باب الإيه؟ من باب سد الذرائع المؤدية إلى الفساد. فالشارع يجي يقول لك لا، يعني هذا ليس بعورة، ولكن يجب عليك أن تغض بصرك عنه. لماذا؟ حتى لا يؤدي بك الأمر إلى الفتنة. وبعد ذلك كلام جميل، هو واضح. وبعد ذلك ردود الوجه يفهم من اللغة. طبعا، وانت عندك تحديد لوجه الشرع، عندك مثلا جاء في آية قرآنية قالت والوجه ما بين كذا وبين كذا والله أعلم بذلك، ما فيش، وليس لديك يعني دليل في السنة يضع حدود الأشياء. واللغة نزلت بما تعرفه العرب ويتكلمون به، فهذا معنى لغة، والشارع قد أبقاه على معناه. العورة هي تختلف في من مع المحارب، هي مختلفة مع لا لا لا، احنا بنتكلم على عورة الصلاة، اما بقى العورة النظر و و و و ووجوب غض البصر تأتي في باب النكاح. لكن هي اختلاف العورة او هي العورة واحدة؟ لا واحدة، لكن قد يكون الشيء الوجه والكفين ليس بعورة، ويحرم على الشخص أن ينظر إليهم، لأنه ده لمدرك آخر، لمعنى آخر غير معنى العورة. فهم يا صديق يا صديق. وشرطه ما منع إدراك لون البشر، وشرطه ما منع إدراك لون البشرة، يعني شرط الإيه؟ شرط الساتر كما يقول سيدنا الإمام المحلي. وشرطه أي الساتر، ما العلامة الخطيب يقول لك إيه؟ جرمٌ منع، يعني منع هذا الجرم إدراك لون البشرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن البشرة لا ترى من خلاله، يعني إذا نظرت إليها وإذا نظرت إلى هذا الساتر لا ترى لون البشرة من خلال هذا الساتر. يبقى هذا هو الشرط، أن يكون مانعاً للرؤية. يبقى الشرط في الساتر أن يكون جرماً مانعاً من إدراك لون البشر. طب قلنا جرم ليه؟ قلنا جرم لأنه ممكن نقفل النور، صح كده؟ ونصلي في الضلم. طب ما هو كده يعني منع النور، منع، ما احنا لو قلنا شيء بقى ما بمعنى شيء، يبقى اغلاق والظلمة منعت من ادراك لون البشر. فهل الظلمة تعد ساترا من السواتر؟ لا. يبقى ما يعني جرم، والظلمة ليست جرما،
منع، يعني ما منع اللي هو الشيء هذا الجر إدراك لون البشر. إدراكها بإيه بقى؟ إدراكها بحاسة البصر المعتادة، لأنه ممكن واحد يبقى مثلا عنده خارقة من خوارق العادات ويبقى سبحان الله يرى من بين الأشياء الدقيقة القماش، كلام ده مش دعبي يعني، كلام ملوش فايدة. قال يبقى منع من إدراك لون البشرة. طب وهل يشترط أن يكون يعني الساتر مانعا من إدراك حجم العورة أم لا؟ قالوا لا، يشترط في الساتر أن يكون مانعا من إدراك حجم العورة. قالوا لا حجمها، يعني ممكن الرجل والمرأة يرتديان ثوبا ضيقا يجسم أعضاء البدن ويصليان فيه وصلاتهما تكون صحيحة. ليه يا سادة يا مشايخ؟ قال لأن الشرط في الستر هو عدم إدراك لون البشر لا الحجم، وكأن موضوع الحجم ده يعني صعب من توقيه في الصلاة، فلذلك كان الأمر فيه التيسير فلا يكفي. ولذلك قالوا لا يكفي ثوب رقيق، هذا الثوب الرقيق لا يمنع من إدراك لون البشر، ثوب خفيف ولا مهلهل، مهلهل يعني إيه؟ قديم وبالي، بحيث يعني ترى البشرة من خلاله، ولا يكفي زجاج. تلبس كده زجاج حضرتك، ما ده العصر الحديث حلو قوي، في كل ما لا يخطر على بالك يعمل لك ثوب من زجاج، يبقى جسمك كله زجاج. طب هو ده ممكن اصلي فيه؟ ده افتراضا لا. قالوا لان مقصود الستر لا يحصل بذلك. المقصود يبقى من الستر يا مشايخ وهو منع ادراك لون البشر، وهذه الاشياء لا تمنع من إدراك لون البشرة. أما إدراك الحجم فلا يضر، مرأة لبست ثوبا ضيقا بنطلون جينز وصلت به في بيته، صلاتها صحيحة أم لا؟ صحيح. رجل لبس ثوبا ضيقا جدا بنطلون جينز، يعني مفصل على العظام لا على اللحم، ضيق جدا، فهل الصلاة فيه تكون صحيحة؟ نعم، لكنه للمرأة مكروه وللرجل خلاف الأولى. ثم قال بعد ذلك سيدنا الإمام المحلي رضي الله عنه وأرضاه، شوف لنا شاحن كده يا شيخ احمد، نريد شاحنا. وهو ولو هو طين وماء كادر، ولو هو ايه؟ هو دي راجعه على مين يا مولانا؟ على الساتر يعني. لو هو يعني يا مشايخ يعني ولو الساتر طين، يعني ولو كان الساتر طين، فطين ديت خبر لهو، ولو هو طين يعني ولو كان الساتر مصنوع من طين، يا جاءت به طين وطين به عورته،
وصلى فيه. هو ده بيحصل؟ أنا ما شفتش، لكن عم نقول افترضنا أن ذلك لو حدث هل تصح صلاته أم لا؟ قال ولو هو، يعني ولو كان الساتر طين، هو طين، تقول ولو كان الساتر طينا وماء كادر، يعني وقف في ماء مكدر، إذا نظرت إلى الماء الكدر لم ترى العورة من خلاله، أو ماء وعليه خضرة، عارفين الخضرة اللون الأخضر الذي يظهر على الماء، أو ماء أسود ممتلئ بالحبر، طب إزاي يصلي في ماء يعني؟ طب هيركع إزاي؟ ويسجد إزاي؟ قالوا يصلي الجنازة يا سيدي، إيه المشكلة؟ العقل لازم يكون متسع، ما هو مشكلتنا في ضيق العقل. الفقه بقى يكون لك عقلا تصوريا واسعا، بيبقى عندك اسمه ايه بقى؟ خيال مبدع، بتتصور تصورات تسلسلية. ما تقولش يلا بينا بقى خلاص يلا عايزين الإجازة. جاي واحد اتصل بيا على الفيسبوك، وقال لي ما تحط لي منهج فقهي كده وبعد كده امتحن فيه واخد الإجازة. قلت له يا ابني يعني هي القضية كلها مش قضية إجازات، هي القضية ان احنا عايزين نكون ملكات وعايزين نكون صناعة في رؤوسنا، ارمونا ازاي ناخد الإجازة؟ يا ابني ودانك معايا مش ودانك مع نفسك، خلي ودانك معايا. ودانك معايا بتقول ايه؟ بتقول ان احنا ينبغي علينا ان نهتم بالتكوين العلمي، بالشخصية العلمية، كيف اتصور، كيف اعلل، كيف ادلل، كيف احلل النص، حاجات كده مهمة لا يكون في يعني دائرة اهتمامك الإجازة، وأنه إذا لم تكن هناك إجازة تنهار الدنيا على من فيها. يا ابني إجازتي يا ابني تعلم أول حاجة، وبعد وتعلم لتتعبد، لا من أجل أن تكون طالب علم، ولا من أجل أن تكون إماما ولا عارفا ولا عالما ولا ولا ولا، تعلم من أجل أن ترفع الجهل عن نفسك، ومن أجل أن تحسن في عبادتك مع الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه النماذج تحتاج إلى تربية قبل أن تحتاج إلى تعليم. خريطة العلم ما زالت مفقودة من رؤوس طلبة العلم، الخريطة منسية. نبدأ أو هو الهدف من طلب العلم؟ لا، الهدف من طلب العلم جمع الإجازات. وقال شيخنا ومجيزنا يا راجل اسكت، ماشي. قال ولو هو طين وماء كادر، يعني هل يكفي الطين والماء الكادر والماء الذي امتلأ بالخضرات؟ وقالوا نعم. طب وما صورة ذلك؟ عايزين نتصور، لأن هو ده هيركع ويسجد كيف يصلي في الماء؟ بسيطة يا سيدي، هيصلي في الماء وهو معاه الأكسجين. عصرنا هو الحديث هو صح كده، عصرنا الحديث فرض، هيصلي في عمق الماء تحت كده، واخد بال حضرتك، ومعاه الإبلة لأن معاه اللي هو اللي بيسموها البوصلة، واخد بالك، وهيركع وهيسجد، واخد بال حضرتك، وهو معاه لبس الغوص، كل وهيركع وهيسجد، كل الصلاة خلاص يعني أتمت بأركانها وشروطها. يعني ده تصورهم، ده تصور قديم. احنا بقى الحمد لله العلم الحديث قد فرض علينا صور كان يمتنع من تصورها قبل ذلك.
طب خلينا معاهم، هم أوجدوا أيضا حلولا لذلك، كأن صلى فيه على جنازة. طب ما لو صلى في الماء على جنازة صحت، لأنه مستقبل ولأنه أتى بشروطه أو أركانه إلى آخره. أو يصلي على غيرها، يصلي في الماء ثم إذا يعني أراد أن يسجد وأن يركع يخرج برا الماء. طب ما موضوع العورة بقى هنا نقف. ولذلك كان هنا كلام الإمام المحلي في خصوص هذه الصورة قوي. وماء كدر كأن صلى فيه، أي في الماء الكدر، فيه يعني فين؟ في الماء الكدر على جنازة. أو ممكن أن هو يصلي في الماء عادي ويستطيع أن يسجد وأن يركع كأن كان نفسه طويل ويحبس نفسه، أو أن هو حامل ل يعني أنبوبة أكسجين وحاططها في مناخير وعادي بسيط. قال علماؤنا: فطين خبر لمبتدأ محذوف، لأن دي أيضا من الأشياء التي نبه عليها الشراح لدقتها. فطين خبر لمبتدأ محذوف، والجملة اللي هو فهو أو هو طين خبر لكان، يعني جملة هو طين ده مبتدأ وخبر، هو طين ده مبتدأ وخبر، وجملة هو طين خبر لكان. وحينئذ فالاعتراض، أقولها تاني، يعني هو طين ده إيه؟ قال ده مبتدأ وخبر. طيب جملة هو طين ديت خبر لكان، يبقى ولو كان الساتر هو طين بس كده. ليه؟ قالوا أصو ما ينفعش لو تدخل إلا على الفعل. ده صناعة بقى، شوف المحل عمل شغلانة، كلمة واحدة حط له حرف يا أولاد، حرف هو، عشان يفك المشكلة ديت. قال بأن لو تختص بالأفعال، بعضهم قال كده، إيه ده؟ ولو طين، ده كلام النووي كده. كلام النووي إيه عندكم؟ كلام النووي يا صديق طين. قالوا أول حاجة يا عم الشيخ النووي رضي الله عنك وأرضاك، أول حاجة إن لو تختص بالأفعال، فين يا عم الشيخ النووي الفعل؟ رقم اتنين، كان مفروض قلت بقى طينا عشان نقول إنه كان مضمرة معايا ولا لأ؟ في ناس بتقول لأ، أنا اللي معاكم. فقال له إيه بقى هنا؟ قال له ها هو طين، طين طين اللي في عبارة النووي أنا هقدر لها هو ضمير، وهقول هو طين جملة، وهذه الجملة واقعة في محل الخبر لكان المحذوف، ولو دخلت على كان تقديرا. وحينئذ فلو هنا خاصة بالأفعال فهي جارية على القاعدة، ويبقى المشكلة اتحلت. فهمت ولا نقولها تاني؟ لأنني أعرف أن النحو ما زال في عقولكم صعب المنال. وفي كل منهما، اللي هو ايه وايه مشايخ؟ منهما اللي هو الطين والماء الكدر. وفي كل منهما وجه، وجه يعني اجتهاد للأصحاب، أنه
يعني أن ما ذكر لا يكفي في الستر، يعني الطين الذي تطين به العورة حتى لا يظهر لون البشرة، لون البشرة لا يكفي. وفي الماء الكدر الذي يقف فيه ويستر عورته لا يكفي في كونه ساترا للعورة. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ قال الطين ده هل يسمى في العرف ساترا؟ لا، أهل العرف العام لا يقولون عن الطين ساتر، فحينئذ الطين ليس ساترا لأنه لا يسمى ساترا، والشرع إنما أتى بالإيه؟ بالساتر، بالأمر بالستر. طيب الماء الكدر هل يسمى ساترا؟ هو مانع من الرؤية نعم، لكنه لا يسمى ساترا. فنقول له ايه بقى؟ ايه رأيكم؟ نقطة من اول السطر. لا ده بيقول له لا، الشرع هات لي كده من الشرع انه قال ان الطين ساتر. ده هو بيقول العرف لا يطلق عليه لفظ الساتر. لا ده مش ساتر، ده لا يسمى ساترا يا مولانا. يمنع لا، ولكن ليس ساترا. هترد عليه تقول له ايه؟ هترد عليه تقول له ايه يا حبيبي؟ تقول له ايه؟ هاتوا كتاب كده من الكتاب الطويل ده، طويل العمر. هتقول له، اقول انا ولا تقول له؟ انا بفكر معاكم. الله، شوف اسد سرقها مني. سرقش يا اسد، السرقه حرام يا اسد. تقوليش دي سرقه مولانا، انما هي توارد افكار، اتفاق افكار. ده الشارع علق الحكم على المقصد ولم يعلقه على الاسم. كلام كويس، بدأنا هون نفكر، بدأنا يا مشايخ نفكر. طيب بعد ذلك قال، حد عايز يسأل أولاد؟ ها صديق، وضحت الرؤية عندك؟ صديق الصديق، والأصح بناء على الأول، هي المسألة واضحة. بيقول له صورتها يا مشايخ، شخص فقد الثوب، يبقى شخص فقد الثوب وفقد ما يستر عورته، فهل يجب عليه أن يطين عورته أم لا من أجل أن تصح صلاته؟ ده السؤال. قال له والله إن قلنا بالأصح فيجب عليه التطين، وإن قلنا بأن التطين لا يعد ساترا يبقى لا يجب عليه التطين. ومال التطين ايه؟ قالوا ده التطين ده عبارة عن تلويث، انت بتوسخ نفسك بالتراب والطينة وخلاص، في الاخر بعد ما تخلص صلاة تدخل الحمام وتغسل كل التطين دوت. وضحت؟ يا سلام، هو الكنز سهل قوي كده ليه؟ بالحبر. حبره كذلك، ما هو قالوا الحبر كذلك لأنه مانع من إدراك لون البشر. الورق ده افرض إن أنا استطعت إن أنا أعمل منه ساتر للعورة، الورق ده، المناديل ديت، وهكذا. وأقعد بقى أفكر في الفرع ده
إلى يوم القيامة، وولد منه من الفروع ما شئت. عندك حاجة أسد تسأل فيها؟ حبر. إيه رأيك في الحبر؟ ليه؟ هو الحبر مثله مثل الماء الكدر. إيه؟ لا فهمني بس بصوت عالي يا شيخ أبرار. نرد عليه، عايزك ترد عليه، مش هو بتاع فقه وانت بتاع أصول. فهو بيقول لك أو بيناقشك يا عم الشيخ، هتقول له ايه؟ قال وجوب التطيين. وجوب التطيين يعني يجب عليه ان يطين عورته. ليه؟ قال له لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والصلاة واجب ولا تتم إلا به ستر العورة، وستر العورة واجب ولا يتم إلا بالتطين، فصار التطين واجب. أهو مش تقول عندك كده؟ قال على فاقد الثوب ونحوه، ونحو الثوب يعني من كل ما كان يؤدي إلى الستر، لأنه قادر على الستر، لأنه قادر على أن يستر عورته عن الأعين بالتطيين، فوجب عليه ذلك. والثاني اللي هو إيه بقى الثاني يا مشايخ؟ مقابل الأصح لا يجب. بس خلي بالك، عايز يا صديق عشان ما خلص يا صديق، انا بقرا يعني ماشي صح ولا عديت في حته تاني؟ لا على الاول، اي سؤال بناء على الاسئله. طب اسمعك، انا بحب الاسئله جدا خلي بالك يعني، وهذه المجموعه مجموعه طيبه، والحمد لله عندما عدت الى الدرس وكانني عدت الى الحياه، لان حياتي بدون الدروس اعتقد انها قبر، واعتقد انها في يعني والله منزله منزله الموت. انا لا استطيع ان اعيش من غير الدروس، فهي حياتي، واسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمني منها. ولا يجب. قال والثاني اللي هو مقابل الاصح لا يجب التطين. قال له ليس بواجب. قالوا لأنه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. أنا لسه هذهب وأحض وأحضر ترابا، والتراب سأضع عليه ماء ويعني أطين التراب، وأخذ التطين وأضعه على العورة مكانا مكان. ده أنا هجيب مراية بقى، ما تصور بقى الرأي ده تصوره إزاي، كيف وصل إلى أن هذا الفعل فيه مشقة؟ تخيلوا، تخيل ايه؟ قال طب تعال انا هجيب الميه وهجيب شويه تراب، تراب كتير، حط عليه الميه واعمله قطع صغيره، واجيب المرايه وافضل الزق على كل ما بين السره والركبه، وافضل الف شمال الف شمال ويمين الى ان اجعل على كل موضع من مواضع الجسد طين. هاخد معايا قد ايه ده؟ وهناك حتت دقيقة في العورة احط عليها طين، ده هاخد معايا وقت. وناهيك عن انه كمان بعد كده لا اظل ماشيا به، ده التراب تطين، تراب تلويس. انت لما بتبقى ساجد وبعد كده بتنال يعني جبهتك تراب، يصيب التراب جبهتك، بتعمل ايه؟ بتنفضه، لان بيتعد ان هذا التراب تلويس، يعني بالمعنى المصري الحديث وساخه. ايه ده؟ بتزيله عن جسدك. طب ده مشقه اولا. طب المراه بقى هتعمل ايه؟ هتطين نفسها في وعيتها اللي معلم بقى ربنا ازاي، وهي كل جسدها عوره ما عدا الوجه والكفين. هتعمل ايه بقى بالتطين؟ ما هو الحكم مش يعني بين المراه والرجل وبين الرجل والمراه،
تأمل منين جالهم من قضية المشقة دي، إنه تخيل هذا الحكم وتصور طريق الوصول إليه. شوف بقى المرأة هتعمل على شعرها، يبقى المرأة كده محتاجة لها يعني حوالي نص متر تراب، ولا كأنك هتبني حيطة عشان تطين نفسها وتمسك بقى من أول شعرها وجزء جزء منها، وبعد ما تعمل كده وتصلي. خليك معاي، لا تتحمل إنها تعيش بهذا. تخش بعد صلاة المغرب هي تقعد لها ساعة وهي بتطين في نفسها، وبعد ما تطين في نفسها وتصلي انتهى، يخش عليها العشاء تصلي العشاء. بعد كده بقى تزيل هذا هذه المآسي. لا، ولذلك بص أسد لما تأمله قال لك وأنا برجح مقابل الأصح، واعتقد في مقابل الأصح القوة عن الأصح، لكن احنا مع الأصحاب فهم أهل الاجتهاد. فهمنا يا ولاد؟ بس هو المقابل الأصح ما قالش يحرم، قال ده لا يجب ويستحب خروجا من خلاف من أوجبه، وعلى ذلك يستحب التطيين على الثاني خروجا من خلاف من أوجب التطيين. طب هو ده بيحصل قد إيه؟ ده فرع يا مولانا، يعني متهيألي لو أنت حسبته في التاريخ مرتين ولا مرة، وجد مرتين ولا مرة، أو ممكن ما وجدش أصلا خالص نهائي. أسأل فيه لماذا الفقهاء عينوا بوجوده بالتطين؟ شيء هم عينوا الوجود بالتطين لماذا؟ لا أنت فاهمه؟ أنا مش فاهم. لا أسأل لماذا يعين خاصة التطين وليس شيء آخر؟ زي ايه كده مثلا؟ ما كده احنا لا اصل دوت يا مهلوه لك والاصح بناء وجوب التطين. لا اصل بيتكلم هنا على غير الصلاه، في غير الصلاه ايه ركنا العباره، يقول لك والاصح وجوب التطين على فاقد الثوب ليس للصلاه وانما من اجل ستر عورته. ده اللي انا فاهمه يعني. فالماء الكدر ده هيفضل في الماء الكدر 24 ساعه يستر بيه عورته؟ لا. فهنا بيقول والاصح بناء على الاول اللي هو ولو ماء كدر وجوب التطين على فاقد الثوب. طيب يبقى هنا بيتكلم على ستر العوره في الصلاة أو في غيرها. لكن زي إيه مثلا؟ ما إيه اللي ممكن يعطينا يعني قوة الطين في التطين؟ إيه اللي عندك؟ الحبر مثلا؟ حبر أو السكر. الإيه؟ حبر أو حناء. طيب ما هو ما قالش فقط ومثله كذلك. طيب هات لنا كده المغني. الله مفيش حاجة لم يأتي بهذا الوجه. هو بس قال الثاني لا للمشقة والتنوير. فلا اقرأ قبلها كده ولا صح وجود الحين على فاقد الثوب نحوه ولو لمن هو خارج الصلاة. أيوة، حتى ولو لمن هو خارج الصلاة كما قلتها لكم. ده يبقى هذا بيتكلم في الصلاة وغيرها، يبقى سترها في الصلاة وغيرها. يا مولانا مثل التطين غيره، إلا أن الطين ده هو يعني إيه، يعني كما تقول هو أكثر وجودا من غيره وأسهل حصولا من غيره. قول الأصح وهو وجود تطين
بركاته للقوم وهو وجد ثوبا محرم زي الحليب او جلد الميتة؟ لا ما البساش، يطين يا مولانا. حتى تلاقي ابن حجر تكلم على هذا. هات لي كده ابن حجر، فين ابن حجر؟ مش معاك ابن حجر؟ فين عدتك؟ نسيته في البيت. شوف انت، كنا بنجيب انه جزء. الله يقول لك الأصح وجوب، ومثل ذلك الماء الكدر فيما ذكر. يا عم أبرار أهو، مش بقول لك ابن حجر ذكر مثل هذا؟ والأصح وجوب التطيين، ومثل ذلك الماء الكدر فيما ذكر، أي ومثل الطين الماء الكدر في وجوب الستر به. بيقول لك وكذا لو امكن السجود على الشط مع بقاء ولا يلزمه ان يقوم ثم يسجد على الشط لانه لا يستطيع، فيصلي عاريا وبه يجمع بين اطلاق على الطيب. وجوب على مريد الصلاه فاقد ساتر غير من الثوب والقدرات على، ومن ثم كفى به مع القدره. ماشي، انت بتقول بقى الثوب النجس؟ لا يا مولانا، الثوب النجس والثوب يعني المحرم كالعدم. وهنا بيقول له ايه ابن حجر؟ بيقول لك ولو حرير، لو هو حرير، والاوجه انه لا يلزمه قطع زائد على العوره ان نقص به المقطوع يسيرا، لان الحرير يجوز لبسه طيب ونجس وفاقد. اقرا كده، بيقول لك ولو، بيقول له وشرطه ما منع ادراك لون البشره. ولو طين، هنا بيقول ولو هو حرير، هيستر به والصلاه تصح. انا ما قلتش غير كده. طيب يلا خذ. اخونا تقي بيقول يا سيدي على قولي مقابل اصح، فهل يصلي لحرمة الوقت حيث لا يجب التطيين؟ هو لا يجب التطيين ولكنه يستحب. نعم يصلي لحرمة الوقت، حرمة الوقت كمان ده يصلي ولا يعيد، زي ما قلنا أنه لو فقد الساترة هيصلي، يجب عليه أن يصلي لا لحرمة الوقت، لا ده يصلي ولا يعيد، لأن فقد الثوب ده كثير. ثم للرجل هل يجوز له ستر العورة بالحرير مع وجوب الطين؟ نفس الرأي بتاع أخونا، هل يجوز ستر العورة بالحرير مع وجود الطين أم لا؟ النص مش، النص بيجيز هذا، ولو هو طين ولو هو حرير يجيز، النص بيجيز نص ابن حجر. طب المغني في حاجه زياده؟ لا مغني ولا نهايه. ايه قال ايه؟ لا هات، فين اقرا لي، أنا لا أريد أن أسمع من فهمك أنت، أنا عايز أسمع أشوف النص نفسه. هات يا عم أسد، هو تلاقي نقل كلام ابن حجر.
يقال شواني ها قال ايه؟ ولو قوله ولو هو حرير رجله العباء فيما اذا لم يجد له الطين اذا لم يجد الطين. اذا لم يجد نحو الطين نحو الطين ويفهم منه لا تل يعني هو يعني يجوز لبس الحرير اذا لم يجد نحو الطين على الاصح ده كل ده على الاصح ها ويفهم منه انه لو وجده لم يصلي في الحرير ويفهم منه انه لو وجده لم يصلي في الحرير بل يجب عليه ان يطينه ها كمل وينبغي كما وافق عليه الرمل ها جواز الصلاة في الحرير إذا أخل بمروءته جواز الصلاة في الحرير إذا أخل ولا إذا لم يخل بمروءته إذا أخل بمروءته للضرورة يعني ها وحشمته يعني بيتكلم عشان يخرج الطفل لأن الطفل يجوز له أن يلبس الحرير لأنه لا يعني مروءة له ولا يعني حشمة مقيده العباب بما إذا لم يجد تحت الطين يفهم منه أنه لو وجده لم يصلي في الحرير لو وجده يا عم الشيخ لو وجده لم يصلي في الحرير لا ما هو بيقول لك هل يجوز له صلاة مع وجود التطيين أي ما قلنا لا ده كلام ابن حجر اهو وكلام المحشين والشرواني والعباب ده العباب كمان اهو اقرا كده العباب بيقول ايه مقيده العباب ولا شرح العباب ما عندكوش انتوا هنا العباب ثلاث مجلدات ماشي اذا لم يجد نحو الطين يعني كالماء الكادر والى اخره ويفهم منه انه لو وجدوه لم يصلي في الحرير طيب واضح اجابنا عنك اهو انه لو وجده لم يصلي في الحرير وده كلام العباب وده كلام المحشين ده كلام في الصلاه اما في خارج الصلاه ده بيتكلم مطلقا في الصلاه ها عندك في ايه النص بيقول ايه هو من ولو هو حرير هو اعم من هذا قال عندك يا احمد تاني كده اقرا عشان هو بيقول اخونا ابرار بيقول لا الكلام ده خاص بالصلاه احنا بنقول لا الكلام ده عام من الصلاه وغيره ها اقرا تاني كده وينبغي كما وافق عليه الرمي جواز الصلاه في الحرير اذا اقل بمروءته وهشمته ماشي وبعد كده ليه يبقى خاصة ولكن دوت من أجل الصلاة ولكن في خارج الصلاة أظن أنه كذلك ها عندك يا أسد ثم احنا خارج الصلاة دي لسه هتتكلم عليها في كتاب النكاح اجعلونا في الصلاة الآن كل همنا مشغول بموضوع الصلاة طيب يا مولانا عندك حاجة تانية تقولها أسد يا صديق ده ابن حجر كمان وابن حجر مفيش مشكلة والعباب وإلى آخره ماشي كده يا مشايخ ولا زايد ماشي الخيمة الضيقة الخيمة الضيقة دي عارف انت الخيمة التي يجلس فيها الرجال واخد بالك خيمة
يعني قطعة مثلا كده من طب اكتب كده خيمة على النت سهلة، اكتب كده على النت بتاعك خيمة، خيمة كده على قدر بدنه أخرج رأسه منها، واخد بال حضرتك، وهي خيمة ضيقة، فهل يجوز إن هو يصلي فيها أم لا؟ دي خيمة ضيقة الرأس، أخرج رأسه منها والباقي على يعني مقاسه على مقداره. هتلاقي الكلام ده قاله الخطيب في المغني. فين المغني؟ هذا أيضا يتصور في صلاة الجنازة، أو في غير الجنازة وكان غير قادر على الركوع والسجود. هيومي قول كده بقى، ولا تكفي الخيمات الضيقة ولا الجب. واحد بالظبط كده اهو، حفروا له حفره وحطوه فيه، وبعد كده الحفره دي على قدر بدن، فهل يجوز ان هو يكتفي بها عن ستر العوره ام لا؟ هيقول لك اهو والجب، الخيمه الضيقه والجب. قالوا اذا ومنه قميص جعل جيبه باعلى راسه ومنه، لا هات اللي قبلها، ده مغني الكتاب ده اللي بتقرا منه، حشيه الشبرملسي. بيقول لي بقى ده للشبرملسي ولا ده نهايه المحتاج؟ نهايه المحتاج، الف في النهايه والف في الشبرملسي. هذا في النهاية هو متابع فيها المغني. قال ايه؟ قال حاجي ومنه قميص جعل جيبه بأعلى رأسه وزره عليه لأنه حين، لا استنى ما تصور، أصله هم متصورين الكلام ده، أنا مش متصور. هات لي كده الشبرة من ليسيا أسد، عندك شيء ازاي يعني؟ ما انت كان رفعونك، انت معذور. طيب قول كده تاني، دي النهايه ولا ده الشبره مليسي؟ طيب الحشه بقى بيقول لي فيها ومنه قميص جعل جيبه باعلى راسه. ايه صورته؟ قميص جعل جيبه باعلى، جعل هو صاحبه، يعني مثلا اهو قميص واسع كده، ادي الجيب اهو، فبدل ما يحط راسه في الجيب جعل راسه فين؟ باعلى راسه، جيبه في اعلى راسه، جعل جيبه في اعلى راسه. يعني هو لبس كلابيه كده وراح عمل ايه حضرتك؟ رفع كده دي كده فوق ونزل راسه تحت، ومن فوق كده يعني مثل هذه كده اهو، بص اهو اهو، اقلع اكتر من كده اهو، خد هكذا وضع راسه تحت جوه، نزل براسه تحت، يعني الجلابيه ما وصلهاش الى راسه انما الى راسه هكذا اعلى راسه، وما كملش لبس عليها. كمل بقى كده نتامل، بس عايزين نتامل. وزره عليه وزرره من فوق كده عليه، يعني عمل ايه؟ عمل كده اللبس القميص اهو، القميص واخد بالك، وحطه فوق راسه كده وزرره هكذا، ولم يخرج راسه من الجيب. فهمنا كده؟ الحمد لله. واحده واحده وانا افهمك وافهم معاك. خلينا بس نتصور بعد كده نشوف العله، لا تكفي الايه؟ مش جايب لي الحواشي ولا نتصورها، وبعد ما نتصورها نطبق عليها احكام الباب. يبقى عرفنا عمل ايه الجلابيه اللي احنا لابسينها دي، فتح الزراير وراح رفعها وخلى الطوق ده من فوق هنا كده، وراح زررها فاصبح راسه جوه، صح كده؟ اللي باين بس حته كده من شعره،
وبقى هو كله جوه الجلابية. ها كمل يا ابني حلوة كمل عشان نفهم. ايه اي ماشي يعني زي ما انا قلت كده خلاص انا ابن حجر وابن شلتوت بارك الله فيهما ورضي الله عنهما. لما ابن حجر ده فقيه لا يشق له غبار. ها قول يا عم زيد. لانه حينئذ مثلها يعني الخيمه الضيقه. اه لانه مثل الخيمه الضيقه هو حط كده قعد جوه الخيمه الضيقه خيمه على القد يعني ايه الخيمه ما طلعش راسه كمان من الخيمه ده جلس جوه الخيمه الضيقه ووقف والخيمه الضيقه يعني ايه كانت كانها كالجلبيه بالنسبه له كالقميص بالنسبه له قال لانها كالخيمه الضيقه الجلبيه بالطريقه دي مثلها مثل الخيمه الضيقه انا متصور الاثنين لانها كالخيمه الايه الضيقه لا تعد ساترا بالطريقه دي بتبقى الساتر بس كمل لان هو في كلام لطيف كمل بقى. ها انت عندك ايه يا مولانا موجوده في المغني العباره دي لانه لا يسمى ساترا. الله اهو لا هو ده بيتسمى ساتر لانه حينئذ مثلها لا يسمى ساترا. فيجي اخونا اسد يقول لك ايه طب مش معنى خليته الطين يكفي في يعني ستر العوره هو لا يسمى ساترا على الأصح وهنا لم تكتفوا به. ما أخونا أسد كده يعني العقلية السلفية لسه موجودة شوية. أين الدليل؟ وعايزين الدليل إيه؟ عايزين الدليل نص صريح من الكتاب والسنة يقول لك كده الخيمة الضيقة لا تكون ساترة. وعايزين يغلقوا علينا مش هو ده أنا بمزح أسد أسد أزهري يعني المشرق لكن أنا بمسه أو لعلي أذكره بمنشأه وأنا برضك ما كنت هكذا في بداية حياتي وتاب الله علي فعرفت قيمة ما قبل وما بعد ما قبل أن يعني أرجع عن هذا المنهج وهذا الفكر العقيم وبعده أن من الله تبارك وتعالى علي بشيء من العلم فعرفت القيمة وعرفت الفرق بين الأمرين. واخد بالك يا مولانا قال لا يسمى ساتر هو أنت لما تيجي بالجلابية كده ها وتخلي وتقفلها من فوق ها وتبقى أنت جواها ده بيسمى ساتر والخيمة الضيقة هكذا يسمى ساترا لا إيه ما هو ده بقى اللي احنا بنفكر فيه ده يعني حصل المقصود اللي هو ايه ده كان هو جواها ما حصلش المقصود هنا بقى نناقشك فيها نقعد نفكر مع بعض وهنصل ده هو جواها فاذا اطل بنظري راى عورته فلم يحصل المقصود وداخل الجلابية لو أراد أن ينظر إلى نفسه داخل القميص أي بص فلم يحصل المقصود ما أنا عايز أوقعك في ديت عايز أوقعك في إيه؟ في ديت في مثل هذه أقول لك أنا أمنع أن يكون المقصود قد حصل فاهم أبرار؟ أبرار معي وضحت في رأسي الفكرة فهمت يا زيدو؟ زيد صح ما بقيتش اغلط في اسمك دلوقتي يا سيد ده يا سيدي لا يكفي صلاته تحت الماء ليه صلاته تحت الماء وهو راى لانه هيرى عورته في تحت الماء لا يكفي انا معاك لكن لو كان هو فوق نصه تحت ونصه فوق وهو باصص كده مش شايف وغيره لو نظر لم يرى لون البشر صح أنا معاك بدأنا نفكر عارف لو إحنا قاعدين بنشتغل كثير في العلم وفي هذه الدغدقة والتفكير والله يعني بقى حاجة تانية خالص
ما هو منين يأتي التفكير؟ يأتي التفكير من المقابلة ومن المناقشة ومن فتح باب الحوار العلم. لكن إغلاق إغلاق، ما فيش الحوارية اللي ما بين التلميذ والأستاذ، عمرنا ما هنكون ملكات. يبقى فقدت الملكات بفقد الحوار بين الأستاذ والتلميذ. بقول لك اللي ربى. طيب ماشي، ايه تاني؟ قول يا ايمن، ايمن المنشد. طيب في هذه المساله، هل يجوز ان يقام صلاه الجماعه؟ صلاه الجماعه ازاي؟ فقد الثوب اللي اهل القريه، فقد الثوب. لا مش متصورها، صورها لي كده. انا اول ما بتتصور مع الحاجه وتخش في دماغي ببقى حاجه الحمد لله كويسه بتفهم يعني ايه 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 هو التصوير. انا نجيب ورق وقلم كده ونكتب ما تريد طرحه. اه ايه هي بقى الصوره؟ ما تخافش كده، ما تقلقش. فقد الثوب. اه عند آه يعني آه هو فقد الثوب مع أهل القرية، كل آه يعني القرية بتمامها وكمالها حفاة عراة. ممكن ماشي، ما فرضوا المسألة دي هيعملوا إيه؟ الله الله، في هذه الحالة ده مذكور الفرع ده هيصلوا جماعة، لكن بقى ما يصلوش جماعة واحد قدام واحد، لا هيصلوا صف واحد كده. ويبقى الإمام وسطهم، ما ينفعش اللي بقى الإمام قدامه. يعني ما ينفعش كده أصلا، واخد بالك؟ واتكلموا الكلام ده هتلاقيه في نص عليه الرملي في صلاة الجماعة الأول خالص. طيب طيب يا مشايخ، بعد كده قال بقى مشايخ، ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة، ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة. ما هنا يا مشايخ بمعنى ايه بقى؟ يعني بمعنى شيء او الذي، يعني لا يكفي الذي او لا يكفي شيء يدرك أي يرى منه، أي من ما، لونه نائب فاعل يدرك، يعني يدركه الرأي، يدركه الرأي ويرى الشخص. ماشي مشايخ تمام كده. البشرة، إيه بقى البشرة؟ قالوا البشرة ظاهر الجلد، ومع ظاهر الجلد كذلك الشعر، شعر المرأة يعني، مثل كالثوب الرقيق، يعني مثل الثوب الرقيق الشفاف الذي ترى العورة من خلاله. يعني لو أنا نظرت من خلال هذا الثوب سأرى لون عورة من يرتدي هذا. والغليظ المهلهل النسجي، يعني والثوب الغليظ، يعني وكذلك الثوب الغليظ المهلهل النسج. يعني ايه مهلهل النسج؟ عارف انتوا النسيج بتاعه؟ يعني المهلهل يعني القديم البالي الذي من قدمه صار ما بين يعني اجزاء القماش ثغرات وفتحات. اذا نظرت من هذه الثغرات والفتحات رأيت العورة. كل حاجات جميلة، كلها توسع دماغك. يبقى والغليظ يعني وكالثوب الغليظ، الغليظ اللي هو ضد الرقيق، هو غليظ وليس رقيق الحجم،
لكنه مهلهل يعني قديم وبالي، نسيجه بالي، أصله نسيجه اللي هو القماشة، القماشة قديمة ورديئة ويعني مفتلة، فتل 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 كده، إذا نظرت رأيت العورة من خلالها. والماء الصافي، يبقى مثلها إيه؟ وكالماء الصافي، صافي يعني غير الكدر، قيد بالصافي لإخراج الكدر الذي تكلمنا عليه قبل ذلك. فالماء الصافي لا يكفي مانعا من إدراك الرؤية، والزجاج واقف في بترينة خلاص ولا يكفي أيضا، لأن مقصود الساتر لا يحصل بذلك. إيه بقى هو مقصود الساتر؟ إخفاء لون البشرة، إخفاء لون البشرة ما حصلش بمثل هذا. طيب إذا حصل المقصود كفى في صحتي أو في حصول الستر بذلك، لأن مقصود الستر إيه هو بقى مقصود الستر؟ تكتب كم بتقول إيه بقى؟ مقصود الستر هو إخفاء لون البشرة بحيث لا تدرك. يا سلام، ايه ده؟ الله الله، شوف لا يحصل بذلك، ذلك اللي هو ايه يا اولاد؟ اللي هو ما سبق. تقول لي ذلك اللي هو ايه؟ ما سبق. هو ما سبق كم صورة؟ ادي صورة 2 3 4، اربع صور. قال ويجب ستر أعلاه، أعلى إيه؟ أعلى الساتر. شوف الولد أبرار ده بدأ يقرأ ويحضر كويس، يقول لك من فوق اللي هو الجيب، وده بيسموه إيه يا أولاد؟ جيب، ده الجيب. أما إحنا بقى المصريين بنسمي ده جيب، خلي بالك ده عندنا كده اهو في اللغة العربية جايب. وليضربنا بخمرهن، بخمرهن على جيوبهن، يعني جيب كده غطاء وتقوم سترة الجيب، لأن الجيب عندهم كان بيتفتح قديم، ماشية كده وفتح الجيب. فلا لا اضربي يعني على، أو ضعي على الجيب ساترة، أو اقفليه بحيث لا يظهر منه شيء. ده عندنا بيتسمى في اللغة جيب، وفي العربية في العرف اللي جنبك ده السيئة دي بيسموها ايه؟ جيب. ويجب ستر أعلاه، فيجي لأخونا الود أبرار يقوم مشاور للجيب اللي هو ده. أما ده بما يتسمى عندنا المصريين جيب عرفا، وده جيب ايه؟ لغة. عندكم ده بقى بيسمى ايه في الماليزي؟ جيب. بس سرقت لغتنا يا ولدي، وده برضك عندنا في مصر تسمى جيب. جيب يعني لو باللغه يعني لا، ده في اللغه لا، يمكن العرب ما كانش بتعمله، فعشان كده لم يضعوا له اسما، لكن احنا سميناه جيب، لكن ده اهو ده اسمه جيب. ولذلك يقول لك ايه؟ فلو رؤيت عورته من جيبه، مش من هنا، من هنا الجيب اللي هو داود. قال ويجب ستر اعلاه اللي هو اعلى الساتر، استر اعلى الساتر، يعني لو كان الجيب مفتوح اقفله زرره، بنسميها ايه كده؟ ما يتزررش. طب عندما نغلقه هكذا يبقى كده انت زررته كده. ايه يعني ايه زررته؟ يعني وضعت الازرار فيه، في العرة دي اسمها ايه؟ عرة. وده اسمه ايه؟ زرار. انتوا مش عندكم كمان ده زرار؟ امال ده ايه، قنبلة موقوتة؟ الله، حاجة حلوة انتوا.
انتوا يا الهلوة خالص هلوين. ايوه صح كده، صح كده يا مولانا. بالجلبيه بتاعتك دي اسمها جلبيه سوداني، اخد بالك اسمها جلبيه ايه سوداني. انا كنت بلبسها الجلبيه السوداني دي سنه 2005 و2004 اخد بالك، وكانت لذيذه يعني. ويجب ستر اعلاه، اعلى يا مولانا اعلى الساتر، ده الشراح قالوا كده. ابن حجر يقول لك ايه؟ ويجب ستر اعلاه يعني اعلى الساتر او اعلى المصلي. ينفع ده وده، وانا بوصيكم بكثره النظر الى التحفه، فمن كثر نظره الى التحفه يعني كثر تعجبه من كثره فقه ابن حجر ومن كثره فهمه وعمق تحليله واسعة يعني اطلاعه. قال وجوانبه، يعني ويجب ستر جوانبه، الجوانب اللي هو ايه اللي احنا بنقول عليها الجيوب، لان هنا في مصر كان الجيب عند بعض الناس الجزء ده يعني مكان كان مفتوح على البدن، يعني هنا في قماش لا ده كان مفتوح، الجيب دوت من هنا والجيب من هنا بالمعنى العرفي كان مفتوحان. ايوه كده يا عماسه، مفتوح على جوه على اللحم، بعض الجلاليب كده يعني، في بعض الجلاليب بعض القمصان المصريه في الارياف ما بيضعوش الجيب دوت، بيعمل فتحه كده وبيبقى جوه الفتحه دي ظاهره على الجلد جوه مفتوحه. وجوانبه قال ويجب ستر اعلاه اي الساتر وستر جوانب الساتر للعوره. طب ولماذا كان الواجب ستر الاعلى والجوانب دون الأسفل؟ ده سؤال برضك من ضمن الأسئلة، يعني من ضمن الأسئلة الدوارة، إن احنا نريد أن نعرف. أخونا بيقولوا الجلبية الفلاحة عشان السديري، صحيح الجلبية ده السديري ده، عارفين السديري؟ تعرفوش؟ طب اكتب كده على النت السديري، بس انتوا عندكم السديري ده لان شفت ناس لابساه، والا سمي باسم اخر. بيقول لك الواجب الستر من الاعلى والجوانب دون الاسفل، يعني لو رؤيت عورته من اسفل لم تؤثر وكانت صلاته صحيحه، اما لو رؤيت من فوق ومن الجوانب ضر ذلك، لأن الواجب عليه أن يستر من أعلى ومن الجوانب. قال لأنه لأن الستر المعهود غالبا إنما يكون في الغالب، غالب الناس يسترون من فوق ويستر منين؟ من الجوانب، ومفيش حد يستر من تحت، يلبس ثوب واحد. لأنه خلي بالك احنا الحمد لله في رغد من العيش، انت بتكلم على الصحابة كانوا يرتدون ثوبا واحدا منه الى اللحم، اما دلوقتي بسم الله ما شاء الله اقل واحد فينا لا لبس ثوبين او ثوب بره اهو وجوه فانيلا وشورت، ومنا من لبس ثلاثة، وفي الشتاء بسم الله ما شاء الله يعني الواد اكرم ده اهو لابس ثلاثة جوه، الجلابية اللي فوق دي اسمها القميص، القميص ده ولابس فانيلا كمان لانه بيجي هنا بردان، ولابس كمان فانيلا بيضة تحت الفانيلا الاورنج دي، وفي بعض الناس ايه لابس ثلاث اربع فانيلات من جوه، تعرفش ليه ايه احنا في الاسكيمو يا ابني، واخد بالك ايه البرد الشديد ده.
فلا ده هم كانوا هو ثوب واحد فقط، وكان يا عيني ما كانش يملك الا هذا الثوب، اذا اتسخ يعني خلعه وغسله وانتظر الى ان يجث. لكن الحمد لله افتح كده الدولاب بتاع اخونا اسد ده، 50 جلابية على 50 قميص على 50 بلطلون على 50 على 50، يعني ضربة في حوالي 15,000 مثلا حتة جوه الأمر. كل ده هزار، لكن أقل واحد فينا الحمد لله لديه أكثر من ثوب، الجلابية الفلانية القميص الفلاني والقميص الفلاني والقميص الفلاني، 5-6 قمصان غير الملابس الداخلية، غير بعضهم يلبس بلطلون تحت القميص زي أخونا أسد يسمى بالسروال. الصحابة ما كانش كده، حياة كانت أصعب من هذا بكثير. فإحنا نحمد المولى سبحانه وتعالى أن يسر لنا وأن هيأ لنا ما نحن فيه من النعيم، والله نحن في نعيم عظيم، ولنسألن عن هذا النعيم إن لم نشكر مولانا سبحانه وتعالى. قال يبقى المعتاد هو الستر منين يا أولاد؟ من أعلى ومن الجوانب، أما من أسفل فليس ستره بمعتاد. ولذلك قال ولا لا أسفله، لا أسفله، لا لا أسفله، يبقى واجب ستر أعلاه وجوانبه وستر جوانبه للعورات، لا أسفله يعني لا ستر أسفله، يعني ولا يجب ستر أسفله ولكن يستحب أسفله، يعني أسفل الساتر أو أسفل المصلي. أسفله لها يعني للعورة، يعني لا يجب ستر أسفل الساتر للعورة. إيه بتحكوا عليهم؟ بتضحكوني معاكم؟ فاهمين يا فاهم يا صديق؟ نيجي بقى على كده، فستر مضاف الى فاعله، يبقى ستر، ها ستر اهو مضاف الى ايه؟ اعلاه. يقول لك فستر مضاف إلى فاعله، يبقى ستر ده مصدر وأعلى ده إيه؟ ده فاعل المصدر. قال له طب ليه ما كانش إلى مفعوله؟ ستر المصلي أعلاه، ولو كان مضافا إلى مفعوله لقال واجب ستر أعلاها، أعلاها تبقى العورة، ويجب ستر أعلى العورة. يبقى فستر مضاف إلى فاعله لتذكير الضمير في قوله أعلاه وجوانبه وأسفله، ولو كان مضافا إلى مفعوله لأنثها فقال ويجب ستر أعلاها اللي هي العورة، يبقى اعلاه يعني اعلى الساتر، ولا اعلاه اللي هو العوره. طيب يعني كلام لطيف. فالمعنى، طب هاتوا لنا كده التحفه، هات التحفه كده يا عم الشيخ، وفيها بقى كلام طويل في الستر. اقرا يا شيخ صديق، اقرا يا شيخ صديق، ونحن معاك فيما تقرأ. ما بيقول لك سترة أو سترة أعلى الساتر العورة، هي كده سترة أهو أعلى الساتر، أعلى الساتر ده هو اللي ستر العورة. ها وجوانبه
أي الساتر للعورة على التقدير الأول. تقدير الأول اللي هو الساتر، لأن هو قبل كده يعني ذكر قبل ذلك ذكر تقديرين، الساتر أو المصلي. يا عم تحفظ التحفة ولا إيه؟ فهو عليه مصدر مضاف لفاعل. فهو عليه مصدر اللي هو إيه؟ اللي هو ستر. ستر ده إيه؟ مصدر، لأنه قال ويجب ستره، يبقى ده مصدر اهو مضاف إلى إيه؟ ها؟ فاعله اللي هو الأعلى. لأنه أنت بتقول إيه؟ ستر الأعلى العورة، ستر سترت الجوانب العورة، يبقى ستر الجوانب العورة. ها؟ وعلى الثاني لمفعوله، لكن الأول أحسن. على الثاني اللي هو إيه؟ المصلي. يبقى ستر ها المصلي معناها كده أعلاه وجوانبه، بس كده خلص. أنت بتقول ستر أعلاه، ستر المصلي أعلاه، ستر المصلي جوانبه، لا يستر المصلي أسفله، ولا يعني ستر أعلى الساتر العورة، وسترى يعني الجوانب العورة إلى آخره. ماشي، لكن ما فيش تعليقات من عندك إيه في النهاية؟ نفس الكلام في النهاية، نفس الكلام في النهاية، نفس الكلام. أنا عايز أعرف شيخ الإسلام عبر بنفس العبارة، من معه الجمل؟ معاك الجمل يا شيخ احمد؟ شامله؟ اه في الشمل. هات يلا الشمل. في الايه؟ قال ايه؟ هات القليوبي، لان هو بيحب القليوبي اكثر من محبته للمحل. قوله فستر مضاف الى فاعله. فستر هو نفس الكلام مضاف إلى فاعله، كمل. فالمعنى يجب أن يستر أعلى الساتر وجوانبه والعورة. يجب أن يستر، أن يستر مين؟ ما هو أن يستر المصلي، يبقى أنت كده هتقلب لنا المعنى. أن يستر، لا يا حبيبي، يجب أن يستر أعلى الساتر وجوانبه العورة. عندك كده يجب أن يستر أعلى الساتر، أعلى الساتر وجوانبه، أن يستر جوانبه العورة، هي دي كده الجملة. استناني بقى، عندك كده كلام القليوبي راح خلص الحدود بعد بس، لان انا عايز اما نخلص الكتاب ده نكون هضمنا ايه يعني دققنا فيه تدقيقا شديدا شويه. بيقول بقى مشايخ القليوبي، فالمعنى على انه مضاف الى فاعله يكون يستر اعلى الساتر وجوانبه العورة، صح كده؟ عندك العبارة كده صح؟ يبقى يستر هو ده الفعل، وأعلى الفاعل، وجوانبه معطوفة على الإيه؟ الأعلى اللي هو الفاعل، العورة ده هو المفعول. ويجوز كونه مضافا، ده كلام القليوبي، من نقل منه بحذافير، يعني القليوبي غواص في المحل. قال ويجوز كونه اللي هو ايه؟ ستر مضافا الى مفعوله،
يبقى ايه؟ اي يستر المصلي اعلاه. الله، شوف عتيه خلصت باسرع مما تتخيل. يستر المصلي اعلاه، يستر المصلي جوانبه اللي هو قدره. مين ده بقى التقدير ده؟ ابن حجر. يبقى كل الكلام ده تفسيرا لعبارة ابن حجر. أي يستر المصلي أعلاه وجوانبه. يعني إيه أعلاه وجوانبه؟ يعني أعلى عورته وجانب جوانب عورته. وبعد كده قال لك وهذا اللي هو الثاني، وإن احتاج إلى مضاف أولى مما قبله. ما هو التاني هيحتاج إلى، لا التاني مش هيحتاج إلى العورة، لكن يجب أن يستر المصلي أعلاه. طب ما هو المصلي ده هو المقدر. طيب فهمت كده؟ على كل حال هي فهمت الحمد لله. هيفرع على هذا ويقول فلو رؤيت عورته، رؤيه يعني أبصرت، سواء أبصرها هو أم غيره، أو كانت بحيث تبصر. ليه أسأل؟ ليه؟ ليه أسأل؟ ليه أصدق؟ لو واحد لم يسأل جلابيه، لكن لم يلبس سلوار، لم يلبس سلوار كيف تلبسه؟ لم يلبس شيء. ماشي. لو يسكت وواحد وراءه رأى يعني فخذ من وراء، من أسفل ولا من أعلى والجوانب؟ هو يفرع عليها هو إن رآها من أعلى أو من الجوانب ضرت، وإن رآها من أسفل لا تضر. هذا ليس من أسفل، هذا من وراء. ما هو اسمه أسفل المصلي، هو رآها من وراء لكن دي من أسفل المصلي. يا مولانا وردي هنا. هنا سأل على سؤال أجاب عنه هنا. بص يا مولانا بيقول ايه السؤال بتاعك هو يا مولانا، بيقول ومهلهل استتر به وهو لا يمنع اللون، لأن المقصود الستر، لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك كالأصباغ التي لا جرم لها، لا يكفي الستر بها لأنها لا تسمى يعني ساترة، من نحو حمرة وصفرة، فإن الوجه عدم الاكتفاء بها وإن سترت اللون، لأنها لا تعد ساترا، والكلام في الساتر من الأجرام. ده كلام الجمل. ومثل الأصباغ التي لا جرم لها وقوفه في ظلمة كما علم مما مر،
ولا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها. وجاب بقى كلام ابن حجر فيها. خد يا مولانا. يا عبد يقوم في بلاد. قال ده مش جرم. الله. كيف حصل في بعض السبقة الصغيرة؟ جرم. جرم ازاي يعني؟ اصبح مثل الطين؟ ما هو لا يسمى ساترا. هو ايضا هنا يعني ايه؟ كانه مال الى التسميه في هذا الفرع. قال: فلو رؤيت عورته، اي عوره المصلي، اي المصلي، سواء كان المصلي ذكر او كان انثى او كان خنثى، وسواء كان الرائي هو، يعني هو الشخص هو الذي رآها، أو أن الذي رآها غيره، من جيبه، فتحة القميص من فوق، أي طوق قميصه، ده طوقه، ده طوق، وهو، شو بعرفها بقى للشيخ الخطيب، قال لك إيه؟ قال لك: وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس. لما تدخل الرأس بتدخلها منين؟ من هنا، من هنا، ومن هنا، لسعته، يعني كأن كان الجيب واسعا، قميص واسع جدا، الجيب ده واسع وطويل ومفتوح، لو يعني وقفت سترى عورتك، أو لو وقفت ولو سجدت ستراها، أو ركعت ستراها في ركوع، يعني رؤية عورته في ركوع، يعني يبقى في ركوع دي متعلقة بإيه؟ رؤية عورته في ركوع أو غيره كسجود مثلا، لم يكفي الستر بهذا القميص. لماذا؟ لفوات الشرط. تقول كده: لفوات الشرط، لأن الشرط هو ستر العورة، وهذا القميص بهذه الصورة لم يحقق لنا ستر العورة، وإذا لم يحقق لنا ستر العورة فلا يكفي. طب ماذا يصنع؟ قال: فليزره أو يشد وسطه، فليزره، لا يزره، هي فيها أكثر من لغة، ده فيها حواديت، فليزره بإسكان اللام فل وكسرها، فليزره، فليزره، وبضم الراء فليزره، أو يشد، أو يشد، أو يشد، مثلثة الدال، كما ذكر ذلك صاحب النجم الوهاج الدمير، أو يشد وسطه، يعني يأتي أولاد من عند السرة من فوق كده، ويأخذ خيط ويربط على سراته، بحيث لو ركع أو سجد لا يرى عورته من طوقه. واضح؟ درس النهاردة واضح وجميل. بضم ازاي؟ الشيخ المحل بيقول بضم ازاي؟ فليأذو وفتح الدال والشين، فتح الدال يعني يا شد في الأحسن، وفتح الدال والشين في الأحسن، يعني في الوجه الأحسن عربية،
حتى لا ترى عورته منه، أي من جيبه، يعني من أجل ألا ترى عورته من جيبه في هذه الحال. هنا بقى في فليزره، ده كلام هنا طويل. هو في كلام في الرملة، مين اللي مع الرملة؟ لا كده يعني أنا هات الرملة يا مولانا من عندك، أيأتي له بلغات بعد كده بقى نجيب احنا بقى الزراء ايه؟ الزراء العورة من فوق. فوق فين؟ فوق من جيب، أهم حاجة من جيب. أيوة. فهي واسع واسع وخلاص، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن هي فوق، هي بس يشوف من فوق الشخص، ما هو ده المطلوب، إما أن يشوف من فوق الشخص أو من جوانبه. هذا يعتبر تحت الجوانب. ده مذكور آخر، لأن في بعض يا مولانا في بعض الأكمام واسعة جدا، مثل الجلابية الصعيدي كمها واسع جدا، قد يصل إلى أن ممكن صح يرى عورته منه. فهذا أنا بعده أيضا من الجوانب. طب يعمل إيه؟ يربط ويربط من هنا وخلاص. أنت عايز أي عبارة؟ فليزره. يقول لك والأحسن فتح الدال والسين والشين اللي هو يشد، يبقى يشد يشد أو يشد فتح الدال والشين. لا صح كده عندكم والشين؟ وسطه. لا صح، يبقى شد وسطه، يبقى السين هنا في ايه؟ في وسطه مش وسطه. صح، يبقى قال ويشد وسطه بضم الزاي وفتح الدال والسين، يبقى ايه؟ او يشد وسطه مش وسطه. بيقول في الاحسن. في بقى لغات اخرى في هذا هنقراها الان. هقول يا عم اسد وريني اقرا، بدل ما انت معاك الجهاز خليه. او يشد وسطه بفتح السين، بفتح السين يعني من وسط، في الافصح. في الافصح، لأن عندنا فيها لغة أخرى بالتسكين وسط، ويجوز إسكانها، ويجوز إسكان السين حتى لا ترى عورته منه. ده التعليل يعني. ويكفي ستر ذلك بنحو يده لحيته. لو كانت له لحية كثيفة وهذه اللحية مانعة من أن يرى عورته من طوقه، خلاص شوف فايدة اللحية الكثيفة. فإن لم يستره بشيء صح إحرامه. لا ده لسه هيأتي معانا. لا بعد كده فليزره، هو اللي قبله ذلك. طب هات بقى قبله يا سيدي. بإسكان اللام وكسرها، بإسكان اللام وكسرها، وبضم الراء، وبضم الراء زي ما قلنا. فل يا زره في الأحسن يا لتناسب الواو المتولدة لفظا من إشباع. فليزره، ما هو عند حضرتك ضمة الهاء ولدت واوا فليزره، فلما يضم الراء هتناسب الواو الناشئة من يعني إشباع الهاء، ولذلك قال للمناسبة. اقرأ ثانية يا شيخ واسم حتة حلو. هتعرف تقراها من النهاية؟ مش هتعرف يا شيخ أبرار. للمناسبة الواو المتولدة لفظا من إشباع إيه؟ من إشباع الهاء، صح كده؟ من إشباع ضمة الهاء. الله عليك يا عم الشيخ شلتوت.
فليزره. بص اهو يعني لما ضمينا الهم الهاء واشبعنا ضمها تولد منها واو، وهذه الواو يناسبها ان نضم الراء قبله فليزره. لكن لو قلت مثلا فليزره لا مش مناسب، المناسب ان تضم، لان حضرتك بتضم الشفتين عند الراء ثم بعد ذلك تظل على ضم الشفتين عند الهاء فهي سهله. فليزره المقدرة الحذف لاختفائها، وكأن الواو هي مقدرة، الواو دي مقدرة، مقدرة فين؟ لأنها مش مكتوبة. أمال زهرة فين؟ زهرة في الصوت من إشباع الهاء. وكأن الواو ليست الراء. وكأن الواو إيه؟ ليست الراء. وكأن الواو ليست الراء. ايه ده؟ في حاجة عندك النص؟ وكان، طب كمل بعدها. وقيل لا يجب ضمها في الأصح بل يجوز، لأن الواو قد يكون قبلها ما لم يناسبها. صح، ما هو يبقى قبلها فتحة، والفتحة غير مناسبة للضم، فيجوز أن يكون ما قبلها غير مناسب لها. ويجوز في الدال يشد الضم ابتداعا. اتباعا للإيه؟ اتباعا للشين، ما هي الشين مضمومة، يشد فيضم الدال تبعا للشين. اتباعا لعينه والفتح، ما هو الشين ديت عينه، هي ايه اصلها؟ شدة. لا السدة دي شدة، دي مش عينه كده، دي الفاء ديت. امال ايه بقى العين؟ العين دالين والدال التانية لام، يبقى اصلها ياء شدوا يفعلوا ياء شدوا يفعل. هات تاني كده. ويجوز ضم الدال، ويجوز في الدال يشد الضم اتباعا لعينه والفتح، اتباعا للعين، العين اللي هي ايه؟ اللي هي احد الدالين، يشد يشدد، لان هي اصلها ايه؟ اصلها عين ساكنه وعين مضمومه. الزادي دي مضاف. طب كمل كده. والفتح للخفه، يشد يعني ان انت مفهوم ان الدال ديت لو انت فتحتها هتكون خفيفه. عايزين بس نشوف ال ال يشد يشد هي اتباع للدال للشين، يشو يشدوا. هي عندك قال لك العين ولا الفاء؟ ويجوز في الدال يشد الضم فاعل لعينه والفتح لكفته. فين عينه بقى؟ عينه الشين؟ لا لا. طب هات لي كده عشان الجمل. لا عايزة تدقيق منا شوية. كل ده انت في النهاية. عندك ايه انت؟ معاك ايه من شوية؟ معاك حاجة صديق؟ ايه؟ طب ما تقول يا زلمة اقرا كده، اقرا. قوله في الاحسن اي في الثلاثه، في الاحسن في الثلاثه،
الثلاثة اللي هو فليزره ويشد ووسطه، هما دول الثلاثة. اي طب ما انا بقول يعني ايه؟ فليزره، ما هي دي ازاي يا ولدي؟ ويشد دي الثانيه، ووسطه دي الثالثه. ايه يا شيخ صديق؟ هو انا بياع فجل يا ابني؟ ها؟ لا ما انا ان شاء الله افهمها. كمل. قوله في الاحسن اي في الثلاثه، اما الثالث هيجيب بقى لف ونشر مع مشوش. اما الثالث اللي هو وسطه او وسطه، يبقى وسطه ووسطه، وسطه وساطه. اما الثالث فلعدم صلاحيه بين فيه. يا راجل طب انت فاهم النص؟ تعال لي بقى كده. لا ده بيتكلم على وسط، على وسط. لو رجعت للقاموس في وسط هيفهمك المساله فين. يقول لك اذا وقعت بين امرين هتبقى بالفتح، واذا لم تقع بين امرين مش عارف هتبقى بايه. واحده واحده، ادي معناها قليوبي وقليوبي، واخد بالك؟ نفهم بس. ولذلك هات لنا يا ابني المعجم، وراك المعجم ودور على وسطا، اقرا بقى معنى، نقرا الكلمه ونشتغل عليها. ها بيقول لك ايه؟ اما الثالث الثالث اللي هو ايه؟ الله عليك. ها اما الثالث فلعدم صلاحيه بين فيه، لعدم صلاحية بين، لأنه ليس وقع بين أمرين، ولذلك إذا وقع بين أمرين سكن. وسط إذا وقع بين أمرين سكن، إذا لم يصلح أن يقع بين أمرين افتح. بين جلست وسط، ها خلي بالك، جلست وسط القوم. شيل وسط وحط بدلها بين، جلست بين القوم يصلح؟ يصلح. يبقى اذا صلح ان تجعل مكان وسط بين، يبقى يجوز حينئذ ان حضرتك تعمل ايه؟ تسكنها. جلست وسط القوم يصلح أن أقول بين القوم، فيصلح فيها التسكين. ها فلعدم صلاحية بين فيه. إذا بقى لم تصلح بين، أو يشد وسطه، لا ينفع تقول أو يشد بينه، لا. يبقى إذا لم يصلح جعل وسط بين مكان وسط، يبقى افتح يا مولانا السين. إذا صلح يجوز لك فيها إسكان السين. شو بقى لو أنا كنت بقى فوتت لك الحتة دي، كنت هتعمل إيه؟ هتفضل تلف حول نفسك. إيه بين لا بين بينه بين 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 لا مش معايا. كمل. فلعدم صلاحية بين فيه، فلعدم صلاحية بين في، أي في هذا السياق. ها لعدم تعدد. لأن مفيش متعدد. لكن لما قلت جلست وسط القوم، لا في متعدد. ها فالأصح مع صلاحيتها السكون. أما إذا صلح يبقى الأصح السكون. لم يصلح على طول حط ايه؟ حط باي، حط فتحه. طب صلح هيبقى عندك السكون وايه والفتح. لم يصلح الفتح فقط. دي بقى تاخدها منين بقى يا مولانا؟ تاخدها من القاموس ماده وسطا.
يبين لك بقى الكلام ده بعبارة أسهل من هذا. ها إيه تاني؟ ده خلصنا من مسألة وصو جميلة، جزاك الله خيرا على أنك قد أهديتنا هذه الهدية. بالك أنا طلعت عليها في القاموس من حاجة وخمسة وعشرين سنة، وبفضل الله أنا أعتقد أنها لسه ما زلت أتذكره، لأن لها معي يعني موقف لا تنسى. إيه تاني بقى؟ دي كده بالنسبة الوسط. وأما الثاني يبقى في الأحسن، دي راجعة للتلاتة، والقليوب عايز يدقق معك كده. هو في الأحسن رجع لإيه؟ رجع إلى الراء؟ لا، فليزره ولا يشد ولا وسط، أنت هو رجع للتلاتة. طب بين لنا بقى الرجوع. طيب يلا يا ابن هات القاموس، ويفضل يبدأ بقى يشتغل على القاموس. ها، وأما الثاني اللي هو يشد فلخفته، إنه هو بفتح الدال لأن الدال خفيفة إذا فتحت، لأن الفتحة أخف من الضم. فتح إيه؟ أنت ما بتضم بتقول إيه؟ فليزره أو يشد، وتطلع ها شفايفك قدام. يشد، الجماعة بتوع التجويد عارفين الكلام ده، ولا يشد؟ يشد الحركة فيها، ليست فيها مد الشفاء إلى الأمام، فلذلك كانت سهلة، ليست فيها حركة زائدة. وأما الثاني فلخفته، وأما الثاني اللي هو إيه بقى؟ بإسكان اللام وضم الراء، ده هو بقى الأحسنية هنا. بضم إزاي؟ بضم إزاي؟ بضم إزاي وإسكان اللام الثاني اللي هو الشد، ده الثاني اللي هو الشد، أما الأول اللي هو يزر. أنت بتقول إيه هنا؟ وأما الإيه؟ الثاني اللي هو يشد. يشد، ما خلصنا يشد يا ابني. أنت قرأت تاني بتكرر، وأنا معاك حاسب إن أنت بتقرأ في الأول. وأما الثاني فلخفته، ومقابل الأحسن فيه الضم. اللي هو بقى الإتباع اللي اتكلمنا عنه، واخد بال حضرتك، ونحتاج إلى فكه. هنفكه دلوقتي، هنجيب آية قرآنية وهنجيب الجدول في إعراب القرآن وصرفه، هنعرف دي بقى فاء ولا عين. بس أنا أظن إن الشين دي يعني تمثل الفاء، وإن ده شدة إن دي دال ودال، فالعين الدال الأولى والعين المضغم فيه ده الدال التانية، الدال التانية دي هي اللام. فأتبع إيه بقى؟ قال لك طب كمل أنا معاك مش هسيبك. ومقابل الأحسن فيه الضم، ولا يجوز الكسر. ولا يجوز الكسر يا راجل، مع إن في الدمير قال لك وفي دال يشد ثلاث مثلثة. صدق إيه؟ الدميري بيقول دي مثلثة الدال، ولذلك وانا من شوية مشيت مع الدميري وقلت لا مثلثة الدال، وهنجيب عبارة الدميري كمان. ما قالش بقى الاتباع بقى وسبب الاتباع و مفيش. وقيل بالكسر، طب اقرأ لي وقيل بالكسر الضم والفتح. الدميري بيقول مثلثة الدال يشد مثلثة الدال، يعني مفتوحة ومضمومة ومكسورة. القليب بيقول لا، ولا كسر فيها. قيل تضعيف. طب اقرأ لي كده النص تاني كده. يا سلام، الله الله الله. ولا يجوز الكسر، الله الله الله، دخل المصطلحات في بعض، واخد بال حضرتك، خلي الجواز عدم الجواز اللغوي وهو عدم الجواز الشرعي، واضرب ده في ده يا مولانا واطلع منها سالم. ربنا بيضرب الظالمين بالظالمين. حلوه. عندك ايه بقى في الاتباع تاني؟ يشد يشد الضم
ضم الدال باعا لعينه وبفتح لخفته وقيل بكسرها ايضا بضم الدال باعا الدال اتباعا لعينه ده من الجر ده من الايه بقى طب كمل حاشيه الجمل وبفتح فتحها للخفة دي مفهومة فتحها للخفة وقيل بكسرها وقيل بكسرها أي الدال انتهى الفيديو البث المباشر طيب خد يا مولاه أهل مكة أدرى بشعابه ها طيب هات لي كده مولانا شدة وسط قال لك ايه فيها وسط الشيء يسلكه وسط الشيء وسط الشيء يسلكه وسط وسيط صار في وسطه يقال وسط القوم يقال وسط القوم ووسط المكان ووسط المكان فهو واسط والقوم وفيهم قوم فيهم وساقطا فوسط بينهم بالحق والعدل وريني كده عشان ده احنا نقرا الماده كلها ويضيع عنا الوقت فين يا دكتور واللي وطنا شويه التلج ده يا مولانا بيقول لك والوسط ظرف بمعنى بين يقال جلس وسط القوم يبقى صرحت فيها بين ايه فلان انت كده احسن ده خلاص انا ايه قربت ان انا اذهب الى الاسكين بيقول لك والوسط ظرف بمعنى بين يبقى صلح مكانها بين والوسط وسط الشيء ما بين طرفيه وهو ما بين المعتدل من كل شيء يقال شيء وسط بين الجيد والرديء لا عايزين القاموس احسن ابقى القاموس غير كده ماشي يلا نرجع بقى للفقه بيقول ولو رؤيت عورته من ذيله ذيل يعني الأسفل بأن كان في علو والرائي في سفل يعني كان بيصلي على السرير والرائي جالس تحت السرير ولو رؤيت عورته أي كانت بحيث ترى عادة مش لابد إن هو يبقى مع أحد في الغرفة ويجلس تحته وقال لا ده لو كان بتقدير أنه جلس أسفل ونظر فرأى عورة الذي يجلس أعلى في هذه الحالة تبطل صلاته بأن كان في علو يعني بأن كان المصلي بهذه الصفة في مكان عال والرائي في مكان أسفل أو كان يصلي على مثلا بسيطة عارفين الإزاز وضع إزازا
ثقيلا شديدا وصلى فوقه، وكان هناك من يجلس تحت الإزاز، وإذا نظر رأى عورته، وبسيطة يعني تصويرها سهل، لم يضر لم يضر ذلك في حصول الستر، لم يضر ذلك وهو الرؤية من الذيل، لأن الشرط أن يستر من فوق، أي من الجيب ومن الجوانب، أما من تحت فلا. وقد ذكره في المحرر، يعني ذكر هذا الإمام الرافعي في كتابه المسمى يا أولاد بالمحرر الذي اختصره الإمام النووي في المنهاج. ومعنى رؤية عورته، يعني هو عايز يقول لك إن الرؤية رؤية بالقوة لا رؤية بالفعل، لا يشترط فيها أن يراها يعني فعلا، بل يكفي أنها في قوة المرئية، بحيث لو قدر اطلاع أحد عليها لرآها. ومعنى رؤية عورته في القسمين، إيه هما بقى القسمين؟ الجيب والذيل، كانت بحيث ترى، يعني صالحة لأن ترى. لو قدرنا أن هناك من يجلس وإذا يعني نظر إليها رآها، فهذا هو المعني وهذا الذي يضر. والمراد رؤيت بالفعل، أي بحيث لو وجه الناظر نظره إليها لرآها على حالتها التي هو عليها، كما قلنا سواء رؤية بالفعل أم لا. فهم يا مشايخ ولا لا؟ ثم قال ولو لم يفعل ما أمر به في القسم الأول، ولو لم يفعل، مين بقى اللي لم يفعل؟ المصلي. ما أمر به اللي هو إيه؟ فليزره ويشد وسطه، يعني لو لم يفعل هذين الأمرين وأحرم بالصلاة يبقى دخل الصلاة ولم يشد وسطه، ولم يعني يزر فوق قميصه أو جيب قميصه. السؤال هنا بنفكر بقى، ما هي الصلاة أول ما يقول الله أكبر، هي في هذه الحالة لم ترى، لكنه إذا ركع أو سجد رؤيت. فإذا قال الله أكبر وأحرم، هل نقول بأنها تنعقد فإذا وصل إلى ركوعه بطلت، أو نقول ابتداء إذا قال الله أكبر لا تنعقد لأنه بعد ذلك سوف يركع، وإذا ركع يعني كان الركوع مانعا من يعني صحتها؟ بيفكر بيدير الأمر. قال وأحرم بالصلاة هل تنعقد ثم تبطل، يعني هل تنعقد صلاة نقول بأنه قد دخل فيها وأنشأها، ثم إذا وصل إلى يعني الركوع الذي ترى فيه العورة تبطل صلاته، أي نحكم ببطلانها عند الركوع أو غيره، أو يعني عند الركوع أو عند غير الركوع، لأنه ممكن ما يركعش كان كان به علة يسجد فيراها عند السجود فتبطل عند السجود، أو نقول بأنها لا تنعقد أصلا، يعني لا تنعقد صلاته ابتداء من رأسه، لا نقول بأنه تنعقد ثم بعد ذلك إذا رؤيت تبطل، لا لا تنعقد مطلقا. فيه
وجهان، يعني في هذا الأمر وجهان، في هذا المذكور وجهان للأصحاب. أصحهما الأول، يعني أصح هذين الوجهين الوجه الأول اللي هو بيقول إيه؟ أنها تنعقد ابتداء، فإذا وصل إلى حد الرؤية المذكور بطلت صلاته، وهذا هو المعتمد كما ذكر أصحاب الحواشي كالقليوبي. طيب إيه الفايدة؟ قال له الفايدة أنه إذا قال الله أكبر وقلنا بانعقاد صلاته فاقتدى به أحد صحة القدوة. دي بقى الايه الزيادة، أن القدوة تكون صحيحة، أن القدوة تكون صحيحة في هذه الحالة. وبناء عليه، أي على هذا الوجه، يصح الاقتداء به قبل الركوع، يعني يصح الاقتداء بهذا الشخص قبل أن يركع. طب بعد الركوع تبطلت صلاته، فمن علم ذلك وربط صلاته بصلاته بطلت صلاته. عبارة الرمل بيقول بقى، عبارة الرمل لطيفة يعني، واضح يا مشايخ يا مشايخ؟ قال ثم عند الركوع، عبارة الرمل يقول لك أنه يحرم الصلاة ويقول الله أكبر، ها ثم عند الركوع. افرض أنه عند الركوع راح قبل ما يركع زرر القميص، استمرت الصحة، لم يزر القميص بطلت. لماذا؟ قال لأنه عند الركوع وجد المنافي وهو انكشاف العورة، وفائدته في الاقتداء، وأيضا له فائدة أخرى ذكرها الرمل، وهو كده بعد الإحرام أخذ شخص العباية اللي هو لابسها ولبسها له، أو ألقى عليه ثوبا شال زي ده كده، وضع عليه الشال كده ولف الشال عليه، ها فأغلق جيبه، صح كده؟ دليل، دي عبارته حلوة. ويكفي ستر موضع الجيب قبله، قبل إيه؟ قبل الإحرام. ويكفي أن يستر موضع جيبه قبل إحرامه، يستره بالزيب، إما يزره، إما أنه هو يضع عليه يعني ثوبا هكذا عندك. ويكفي ستر موضع الجيب قبله. طيب والله أنا فاهمه قبل الإحرام، يعني ده كمالة الأصح، أنا فاهمه عند الإحرام يا مولانا. طب نشوف كده كلامك، كلامك حلو برضه، لو عجبنا نرجع له، عجبنا بمعنى يعني كان يعني موافقا للعبارة قريبا منها. ويكفي أو بيقول لك أهو، وعليه هيصح الاقتداء به أي قبل الركوع، ويكفي ستر موضع الجيب قبله. صح كده، أصل قبل الإحرام يعني ما واضحة، لكن لا الركوع بناء على هذا إنه هو هيدخل الصلاة، كلام صديق حين إنه هو هيدخل الصلاة وهيكبر، وقبل أن يركع ها يلقي ها ثوبا عليه زي ما فصلناها بعبارة الرمل، لكن صح، لا كلامك صح، يبقى قبله نشيل الإحرام ونقول الركوع. قاله صديق، صح، إيه رأيك يا أسد؟ لا كلامه صح، أحسن، بارك الله فيك يا مولانا. وله ستر بعضها بيده في الأصح،
لحصول المقصود والكلام في غير السوءات. والثاني يقول بعض لا يعد ساترا له. يعني ايه بقى؟ يعني هل له ان يستر عورته بيده؟ وله اي لمن اراد ان يصلي او للمصلي يعني ستر او بعضها يعني بعض العور بيده، يعني وجد كده في البلطرون في الفخذ وجد كده قطع، واخد بالك، يرى الفخذ منه، فراح وضع يده على ايه؟ على فخذه، فستر بعض عورته بيده، هل يكفي هذا؟ قالوا نعم، لحصول المقصود وهو عدم إدراك لون البشرة في هذه الحالة. قال بيده في الأصح لحصول مقصود الستر. إيه بقى هو مقصود الستر؟ اللي هو إخفاء لون البشرة عن الرائي سواء هو أو غيره. بس خلي بالك، طب افرض بقى ان الفتحة دي في قبوله الذي لو مسه بطل او يعني نقض وضوءه، قال لا، ما هو ده في غير السوئتين اللتين يحصل بهما انتقاض الوضوء. والثاني الحتى وان ستر بعض عورته بيده لا يكفي، الثاني هو مقابل الأصح. لماذا؟ قال لأنه لا يعد ساترا له. ليه؟ أما هي يدك لا تسمى سترة عرفا. ولذلك قالوا لأن بعض الشيء لا يكون ساترا، أي لأن الساتر لابد أن يكون غير المستور. طب ده الساتر يدي وهي جزء مني وبعض مني، فكيف تكون يعني غير المستور؟ لا، ده هي مني جزء من المستور، فلا يجوز أن يكون ذلك بعضه، لأن الساتر لابد أن يكون غير المستور، واللي سترني هنا ده جزء من المستور، فلا يجوز أن يكون بعضه. ورد بمنع ذلك. منع إيه؟ بمنع أن المستور، أن الساتر لابد أن يكون غير المستور، لا، يجوز أن يكون الساتر بعض المستور. إيه المشكلة؟ أن يدي اللي هي بعضي تسترني، وهي أيضا يحصل بها مقصود الساتر، لأن المدار هنا على ما يستر لون البشرة وهو حاصل باليد، ولا نسلم له أن الساتر لابد أن يكون غير المستور. وهنا خلي بالك برضك الساتر غير المستور، تأمل كده، المستور اللي هو إيه؟ اللي هو الفخذ ما بين السرة والركبة، طب والساتر اليد وهو غير. ولذلك قال ورد بمنع ذلك. منع ايه؟ ان الساتر غير المستور. طيب، حاجة لطيفة وطيبة، وبارك الله فيكم، ونقف عند هذا. قال ويكفي، خلص بس الحتة دي، ويكفي ستر العورة بيد غيره. يعني هياخد يد من زوجته، لأن لو زوجته وضعت يدها على عورته ولمستها بطل عند الشافعية وضوءه، امال هيعمل ايه؟ بيد أسد، يعني أخونا أسد كده تبرع قبل أن يعرف الحكم الشرعي، ووجد شخص بلطلونه مقطوع من الفخذ، فراح مسك إيده ووضع إيده على القطعة المكشوفة دي إلى أن انتهى من صلاة، مع ابتداء الصلاة إلى انتهاء الصلاة. طيب، هو ده يكفي في ستر العورة؟ نعم،
لأن المقصود حصل. إيه هو المقصود؟ وهو عدم إدراك لون البشر، وهذا كما قال قطعا أي بلا خلاف. وإن ارتكب به أي بالستر بيد غيره، ما هو حط إيده على عورته ووضع يد الغير على العورة حرام، لأنه يهتك حرمته. قاله الإمام ابن الرفعة في كفاية النبيه شرح التنبيه. نقف عند ذلك القدر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين.